طلعت تقارير توضح أن سوني جالسة تواجه بعض التحديات في تحديد سعر جهازهم البلاي ستيشن 5، وهذا بسبب أكثر من عامل، أحدهم قلة توفر القطع اللي يحتاجونها وسعرها المرتفع، وهذا رفع قيمة الإنتاج إلى ما يقارب $450. بالعادة سوني تحدد سعر الجهاز في شهر فبراير وفي الربيع يبدأ الإنتاج، لكن هذه المرة ينتظرون الخطوة الأولى من منافسينهم مايكروسوفت. للمعلومية، سعر البلاي ستيشن 4 أول ما نزل كان $400، وتكلفة تصنيع الجهاز وقتها وصلت إلى $381. حسب المعطيات الحالية، فسعر البلاي ستيشن 5 بيكون أعلى من 1650 ريال تقريباً، لكن بالنسبة للسعر المؤكد لازم ننتظر سوني عشان تعطينا إياه. الجزء الثاني من لعبة الأكشن من تيم نينجا راح تصدر لنا الشهر الجاي، وتعتبر من أقوى الألعاب في النصف الأول من السنة. إذا كنت متردد وما تدري إن اللعبة بتعجبك ولا لا، فجرب الديمو حقها اللي راح يستمر لمدة 3 أيام من يوم 28 فبراير حتى 1 مارس. إذا الجزء الأول كان مقياس، فاللعبة ما هي سهلة، وجهز نفسك نفسياً لأنك راح تخسر كثير. جهاز البلاي ستيشن نينتندو كان مشروع عجيب لم يكتب له النجاح. الجهاز كان مشروع مشترك بين نينتندو وسوني. قبل لا تتقرر الأخيرة تصنع جهازها الخاص البلاي ستيشن 1، قبل ما يلغي المشروع تم تصنيع عدد معين من الجهاز، وسبق وعرضوه نينتندو في معرض CES الشهير للتقنية. النسخة الوحيدة المتواجدة حاليا جالس يقام عليها مزاد، ووصل سعرها إلى $350,000، والشخص اللي حاط هذا المبلغ حاليا هو بالمر لاكي رئيس أوكيلوس سابقا. هل في أحد بيجي وبيحط أكثر من $350,000 يا ترى؟ بما أننا تكلمنا عن سعر البلاي ستيشن 5، فما يمنع نتكلم عن المنافس أيضا. أحد المحللين أعطانا سعر لجهاز الأكس بوكس سيريس إكس اللي يقول أنه حصل عليه من مصادرها الخاصة، ويقول أن تكلفة التصنيع راح تبدأ من $460 ولا راح تزود عن $520. فنعرف الآن أن تكلفة التصنيع للأكس بوكس سيريس إكس أغلى من البلاي ستيشن 5 أو قريبة منه. فعلا هي بتكون فترة عصيبة على الشركتين، وكل واحد يحاول يفوز على الآخر من ناحية السعر. زي ما تعرفون، طلعت اشاعات قويه ان بعض العاب سوني الحصريه مثل هورايزن والدريم راح تصدر على جهاز البي سي، وهالاشاعات رغم عدم تاكيدها الى الان الا انها طالت حتى لعبه سوني القادمه لاست اوف اس 2. فريق التطوير حب يطمن جمهور بلاي ستيشن واكد لهم ان اللعبه بتكون حصريه على اجهزه سوني. احنا نعرف حاليا ان اللعبه قادمه لجهاز البلاي ستيشن 4 على نهايه عمره، لذلك احتمال ايضا نشوفها على جهاز البلاي ستيشن 5 مثل ما صار مع الجزء الماضي تماما. ديزني شركة عندها ترسانة ضخمة من الشخصيات والعوالم، والشركة لها تاريخ كبير بالنجاحات في عالم الألعاب، ومن أحدث الأمثلة اللي تجي على بالنا لعبة سبايدر مان الأخيرة على البلاي ستيشن 4 وكينغدوم هارتس. وحاليا الشركة تبحث عن نجاحات أكثر، لذلك في مؤتمر مطورين حق دايس أرسلت دعوة لجميع الشركات باقتراح أفكار وأساليب لعب جديدة لشخصياتها، وأن الشركة بدورها مستعدة تعطيها الشركات حقوق استخدام شخصياتها في هذه الألعاب.